فرحت زملائنا، الزملاء من قسم الأخبار، لكل واحد فيهم ولو بالقليل في نجاح الشروق. إذن 6 سنوات من النجاح والإبداع يتواصل مع مبدعين اثنين الآن من قسم الثقافة وأيضا قسم التحقيقات والشروق تحقق. نوال بوسبولة اللاعب القديم في الشروق مورنينغ واللاعب الأساسي في القسم الثقافي، صباح الخير. صباح الخير محمد، صباح الخير لكل المشاهدين الكرام. وعبد اللطيف الصالحي حامل الكاميرا والذي دائما يجوب غياهب الجزائر العميقة من أجل نقل الحقيقة، صباح الخير عبد اللطيف. صباح الأنوار، شكرا جزيلا على الاستضافة وشكرا لمشاهدينا الكرام. سعيد جدا بحضوركم معنا اليوم. نوال بوسبولة من القسم أو من قسم أو من فقرة الثقافة في برنامج الشروق مورنينغ للقسم الثقافي، هذا القسم اللي يتمكن من مواكبة وتغطية كل الأحداث الثقافية اللي شهدتها الجزائر والوطن العربي. نوال، لما نقولوا عن الثقافة في الشروق نيوز وش نقول؟ الثقافة في شرق نيوز نقول الإبداع والتميز، التطلع إلى الأحسن ومواكبة كل ما هو جديد في الساحة الثقافية أكيد الجزائرية، سواء في الوطن محليا الولايات وحتى في الوطن العربي. الشروق والقسم الثقافي بالشروق نيوز، نوال بوسبولة، سميرة إيراتني، رشدي بقيادة رشدي رضوان، وسيلة جعرون، طاوس بن عميرة، ميلايني وأمين خلفات اللي دائما يبدعون في هذا الحقل الثقافي خصوصا في مجال السينما. سالة مبارك اللي جات يعني في الميركاتو إلى قسم المورنينغ، حتما الشباب يعني قدرتوا خلال هذه 6 سنوات من نقل مختلف الأحداث، أيضا الشروق يعني خصصت حيز مهم للثقافة سواء النشرة الثقافية أو حتى برنامج الثقافة والناس لزميلنا رشدي رضوان. اليوم تحدي ونراه نوال، تحدي اللي إن شاء الله أكيد إحنا بالإبداع وبالتميز والتفوق راح نتفوق أكيد على التحديات المقبلة بالتعاون الجماعي ما بين الأفراد القسم الثقافي. راح نحاول بإذن الله نواكب دائما الفعاليات القادمة اللي ما كناش مواكبينها من قبل، ولكن سوف تكون هناك تغطية أخرى واسعة لمختلف الفعاليات الثقافية، سواء مهرجانات، عروض سينمائية، مسارح، حفلات وغيرها من المهرجانات. هذا حتى أن نبقاو دائما ونترك البصمة الفريدة للثقافة من خلال قناة الشروق نيوز في أعين الجمهور الجزائري. أكيد نوال، وبصمتكم كانت واضحة من خلال مختلف الفعاليات اللي غطتها أو غطوها زملائنا من القسم الثقافي في قناة الشروق. ما بين الثقافة والجزائر العميقة، جسر لي كانوا أبطاله أو مشيديه زملائنا من قسم التحقيقات أو الشروق تحقق، لليوم يمثلهم عبد اللطيف صالحي. أما لنشوف عبد اللطيف، نشوف ذكريات جميلة جمعتني بعبد اللطيف. عبد اللطيف لي على غير العادة لا يعشق ولا يحب الظهور أمام الكاميرا، لكنه يعشق الوقوف خلف الكاميرا وخلف عدسة الكاميرا. نهنيك صالح ونقول لك كل عام وانت بخير. إن شاء الله نحن وأنتم نهنئ المشاهد الكريم بعيد السادس للشروق، نهنيكم أنتم، نهني أنفسنا بهذا القناة اللي وصلت للجزائر وعمقها وخلت تسمع صوت المواطن من مناطق مختلفة ومتعددة. بالطبع أنا اليوم نمثل الزملاء اللي وضعوا فيها الثقة، زملائي في الشروق تحقق، هذا الفريق الذي نذكرهم والله نشاهدوا التقرير وبعدين من قسم الشروق تحقق وبعدها نحكيه عليهم. أوكي. في هذه القاعة يرفع التحدي كل يوم، فليس بالأمر السهل أن تقدم تحقيقا صحفيا مدته 52 دقيقة كل أسبوع. على مدار 6 سنوات وبرنامج شروق تحقق يخوض غمار التحقيقات،
هذا الموسم عرف العديد من المواضيع، من أهمها ما قدمته نجيب عندار بفتح ملف جرائم تزوير العملة والوثائق الرسمية لتحدث ضجة لدى الجمهور المتابع وكذا السلطات الرسمية. موضوع آخر تطرقت فيه المحققة إلى تجارة غير عادية، إنها التجارة المفترسة. صور حصرية لطرق بيع الحيوانات والأنواع النادرة وتهريبها عبر الحدود الشرقية. البرنامج واكب مستجدات الأحداث، حيث تناول عمر بودي ملف الحوت الأزرق لكن بطريقة مختلفة بعيدة عن التفسيرات السطحية، حيث تعمق رفقة مختصين في الجوانب الخفية للتكنولوجيا وتأثيراتها على الأطفال. المستهلك كان أيضاً ضمن اهتمامات المحقق، الذي خصص 4 أجزاء للغذاء الذي يتناوله الفرد الجزائري، فمن بقايا المضادات الحيوية إلى شبح الأوجيام، ومن خطر المبيدات إلى ملف الحلال. صرخة المعاناة نقلها لنا عبد اللطيف صالحي من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال على طول الشريط الحدودي مع ليبيا وتونس. رصد معاناة سكان الحدود الشرقية ووضعية التنمية هناك. المحقق واصل عنايته بالمناطق الحدودية ليخصص جزئين كاملين للشعاع الجمركي. الفساد المالي والسياسي كان حاضراً أيضاً. حسن جزيري عاد إلى حيثيات ملف الخليفة للطيران وكشف التجاوزات وسر الانهيار وما أبقى الملف إلى اليوم خارج أروقة القضاء. من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب تتبع المحقق مسار شاحنات الحياة والموت على مسافة 2400 كيلومتر. رصد تجاوزات الشاحنات ونقل أيضاً قصة المعاناة عبر طريق الصحراء. لأن طبيعة التحقيقات هي كشف المستور والحديث عن التجاوزات، نقلنا رضا بوعيشات في دهاليز الإدارة والتلاعبات بالعقار الصناعي والفلاحي عبر العديد من الولايات، من العقار إلى تجارة التمور، أين بحث المحقق عن أسباب الركود وعوائق النجاح ومن يقف خلف الاحتكار. قضايا المجتمع كانت حاضرة مع المحقق مهدي مخلوفي، الذي أماط اللثام عن سوق المخدرات والحبوب المهلوسة وتأثيراتها على الشباب. ما يعرض على شاشتكم سهرة كل اثنين يقف خلفه فريق شاب من صحفيين وتقنيين وسائقين، هدفه أن يضعكم في الصورة ولتكونوا أنتم الحكم. طبعا إبداع زملائنا في الشروق تحقق هو جزء من الإبداع المتواصل والإبداع المحقق على مدار 6 سنوات. نشكر كثير حسن جزيري على هذا التقرير الجميل. إذن عبد اللطيف، كما كان في بداية التقرير، إنجاز تحقيق في 52 دقيقة في مدة قليلة وعلى مدار يعني أسبوعيا، في كل أسبوع يبث تحقيق، وإحنا شفنا يعني العدد الصحفيين في قسم التحقيقات قليل مقارنة بالأقسام التحقيقات في كبرى القنوات العالمية، ولكن رغم ذلك البصمة واضحة في قسم التحقيق. إذن هناك في شروق تحقق فريق صحفي متكون من 6 صحفيين، من مصورين ومن مركبين وسائق. هذا العمل، هذا الفريق يرفع التحدي دائما ويضع كل اثنين على الساعة 9:30 كما هو معلوم موضوع، سواء كان موضوع محلي أو محل الساعة أو كذلك مواضيع أخرى تهم المواطن. هذا الفريق يشتغل يعني بما أوتي من قوة، يتنقل في جميع أرجاء الجزائر من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، كما لاحظتم في هذا التقرير القصير الذي يروي قصة الصحفيين. كثير من الأشياء نحن نتغاضى عنها ولا نحكي عنها، لكن نحاول دائما تقديم منتوج جيد يليق بالمشاهد الكريم، يليق بقناة ومثل قناة الشروق. نشتغل يعني على مدار الساعة
نقدم الكثير من الوقت من أكيد أجل يعني عمل. والصحفي بشكل عام ما عندوش توقيت، وخصوصا إذا كان يشتغل في قسم التحقيقات، خاصة نحن في قسم التحقيقات الكثير لا يعلم الكواليس، المخاطر، المتاعب التي نتعرض لها في الميدان. لكن الفريق المتكون من هؤلاء الصحفيين الشبان الذين عزموا على أن يقدموا كما قلت لك منتوج يليق بالقناة، يليق بالمشاهد الكريم الذي يضع فينا ثقته، نحاول قدر المستطاع. يعني ليس بسهولة كما ذكرت أن تضمن سيرورة تحقيق كل اثنين مدته 52 دقيقة، هذا إن دل على شيء فهو يدل على الاجتهاد والعمل والمثابرة بين عناصر الفريق، نجيب عندار، عمر بودي، حسن جزائري، مهدي مخلوفي، رضا بوعيشات، المصورين محمد علي بكير ومحمد بوهنيبة، كذلك المركبين والسائق الذي نشكره اللي دائما سموه قائد رحلاتنا وقائد وجهتنا. نحن نحاول قدر المستطاع تقديم الأشياء المهمة والتي تفيد المشاهد الكريم وتوصل صوته من عمق الجزائر. أكيد هذا هو التحدي ليرفع قسم التحقيقات، ولدائما يعني عودنا بتحقيقات موضوعية، تحقيقات في المستوى. كل توفيق إن شاء الله عبد اللطيف. كذلك نشكركم أنتم على الاستضافة، نشكر الزملاء في قسم الشروق تحقق على وضع الثقة فيا، واليوم نتحدث باسمهم يعني أكيد وخير متحدث باسمهم. إحنا كنا حابين كلكم يعني كنت حاب يعني بلاطو اللي يتلموا فيه كامل عمال وعاملات الشروق، لأنه كل واحد يعني قدم الكثير لهذه المؤسسة، وبيك أنت وبنوال بوسبولة وبجنود الخفاء للشروق تمكنت خلال هذه الست سنوات من التربع على عرش القنوات الأكثر مشاهدة في الجزائر. نشكر كثير عبد اللطيف صالحي، نوال بوسبولة، كل عام وأنتم نجوم تتلألأ في قناة الشروق. لما حكينا على المصورين والمركبين، نجاح الشروق ما يصنعوش فقط الصحفيين ولكن كذلك يتذكر فقط المركبين ناجي حمو بذراع وهشام عثمان العقب، وكذلك السائق يوسف عباش، حتى نكون يعني باش كل واحد نعطوا له حقه ويزعف علينا حتى واحد، وان شاء الله ما نكون نسيت حتى واحد يعني ان شاء الله يعني، وحتى اللي اسقط سهوا نذكروه دائما كل العمال في القلب. اذا جنود الخفاء عبد اللطيف اللي هما صناع نجاح هذه المؤسسة، نتعرف عليهم أو يعرفنا عليهم حمزة بكي.